بعد أيام تمر ذكرى رحيل الفنان العراقي والباحث الموسيقي الكبير الأستاذ حسين قدوري، إذ توفاه الله يوم 29 كانون الثاني 2005. والحقيقة أن الاحتفاء بحسين قدوري ولو جاء متأخرا وهو احتفال بالشخصيات العراقية التي غمرها النسيان والنكران والعقوق، وما أكثر هذه الشخصيات العراقية التي قدمت الشيء الكثير لهذا البلد. حسين قدوري الذي عرفه الجمهور العراقي بأنه موسيقي قدير، وكانت عنايته بأغاني الأطفال وألعاب الأطفال معروفة لدى الجميع، حتى أن الأغاني التي قدمت من تلفزيون بغداد من أغاني الأطفال رددها الأطفال كثيرا عندما كان هناك اهتمام بأدب الأطفال وفنون الأطفال. حسين مهدي صالح قدوري من مدينة المسيب، كانت ولادته سنة 1934، وأكمل معهد الفنون الجميلة قسم الموسيقى سنة 1960، وعام 1967 أصبح رئيسا للفرقة الموسيقية في الإذاعة والتلفزيون. وفي هذه السنة بدأ اهتمامه بأغاني الأطفال وأدب الأطفال، إذ أسس في هذه السنة أول فرقة موسيقية خاصة بأغاني الأطفال في إذاعة وتلفزيون بغداد. ثم أكمل دراسته العليا في هنغاريا في بودابست في أحد المعاهد الفنية هناك، ولما عاد إلى العراق أصبح مدرسا في قسم الموسيقى في معهد الفنون الجميلة، ثم رئيسا لهذا القسم. وله الكثير من التلاميذ الذين يذكروه بخير، إذ كان أستاذا قديرا وباحثا ناجحا. سنة 1975 عين مديرا لمعهد الدراسات الموسيقية، ثم انتدب لمركز التراث الشعبي لدول الخليج العربي، وقد مسح مسحا شاملا لأغاني وألعاب الأطفال في منطقة الخليج العربي، وقد ذكرت الكثير من المصادر عن هذا الجهد الكبير. وأيضا حسين قدوري عازف موسيقي قدير على آلة الجلو، وتذكرون الفرقة خماس الفنون الجميلة مع روح الخماش وغانم حداد وعلى الرق خليل إبراهيم وسالم حسين على القانون. هذه الفرقة التي يعني تركت تراثا موسيقيا كبيرا جدير بأن يذكر في كل وقت. وأيضا لحن الكثير من أغاني الأطفال، ولم يكتفي بهذا بل ألف وقدم آثارا موسيقية جميلة أصبحت الآن من المراجع التي المصادر، ومنها كتابه الكبير أغاني الأطفال في الجمهورية العراقية اللي في 3 أجزاء، ومؤلفاته الكثيرة التي ذكرت في الملحق لهذا اليوم. الحقيقة الحديث عن حسين قدوري حديث طويل، والآن نبدأ الأحاديث الأساتذة الأفاضل، وأولهم ليكون الأستاذ حيدر شاكر
عن دائرة الفنون الموسيقية فليتفضل. صوت قاسم ماكو صوت اهلا وسهلا بالسادة الحضور الافاضل. اتشرف ان اتحدث عن استاذي حسين قدوري حينما حقيقة في العام الدراسي 72-73 تم قبولي في معهد الفنون الجميلة قسم الموسيقى. فكان الراحل عبد الرزاق حلمي هو كان رئيس القسم يعني يمكن شهر أو شهرين استلم المرحوم حسين قدوري رئاسة قسم الموسيقى. شخصية يعني أجمل ما في حسين قدوري أنه كان متواضع إضافة إلى العلمية اللي يمتلكها بالموسيقى. تعلمنا منه الكثير، الخلق، الفن، النصائح المستمرة. ما زلت أتذكر يعني قبل ما 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 ندخل بالجدول الدراسي بشقيه العملي والنظري، استاذ حسين قدوري جمع الطلاب صف المرحلة الأولى في قاعة موجودة حاليا هي قاعة الملا عثمان الموصلي، وتحدث عن الموسيقى عموما، من ضمنها تحدث عن مادة التذوق الموسيقي، كيف عرف الإنسان الموسيقى. فحقيقة أول أستاذ احنا تعلقنا به هو كان حسين قدوري. حسين قدوري الباحث الموسيقي، حسين قدوري الملحن، يعني هو مو فقط ملحن للأطفال، اشتغل على الغناء العاطفي. وأنا يعني قبل يمكن 10 دقائق يم دكتور حبيب ظاهر العباس قلت له أكو أغنية بزمن الستينات كلش تأثرني بيها اللي هي عنب عنب عنقود يا غالي، ذهب ذهب ياقوت يا غالي، اللي غناها بوقتها المرحوم جبار الحكيم. وعنده ايضا اغاني اغنيه يمكن الفؤاد سالم وغيره من المطربين، لكن ما شافت صداها حقيقه الا ان عنب عنب عنقود يا غالي يمكن اجيال الخمسينات والستينات هاي يتذكروها وموجوده على اليوتيوب حاليا. حسين قدوري انا اسميه موسوعه حقيقه، هو كتب موسوعه اللي تناول بها جوانب يعني عن الآلة الموسيقية، عن موسيقى الشعوب، موسيقى الجاز الأمريكي، ذكريات في معهد الدراسات الموسيقية ومعهد الفنون الجميلة. إضافة إلى ذلك مثل ما ذكر الأستاذ رفعت أغاني ولعب الأطفال بثلاثة أجزاء، وله عن الدليلو ترنيمة الأم اللي يعتقد هو طبعها في قطر، دولة قطر، كتاب أنا عندي يعني في المكتبة مالتي. عنده عن الكتاتيب أيضا من مؤلفاته. فيعني رجل حقيقة غني عن التعريف. اشتغل بال85 هو مدير معهد الدراسات الموسيقية، ولي يعني مو بال75 أستاذ رفعت، هاي شوية من معلومة مهمة. مدير المركز الدولي للدراسات الموسيقية في دائرة الفنون الموسيقية، مثل العراق في عدة ملتقيات سواء بمجال البحوث، مجال العزف مع فرقة الخماسي اللي هي كانت من الراحل حسين قدوري وروح الخماش وعازف الرق الشهير حسين عبد الله، إضافة إلى عازف الكمان أستاذنا الله يرحمه غانم حداد. يعني رجل مش قد ما تتحدث عنه ما تفي إليه بشيء حقيقة، ويبقى هو أستاذنا ورمزنا. وأني أشكر حقيقة مؤسسة المدى بشخص الأستاذ رفعت، دائما هو على تواصل معي في هذا المجال. وأشكر حضوركم سادة الأفاضل، وإن شاء الله نلتقي
في محاضرات أخرى، لأن الحديث يعني يطول عن هذه الشخصية، وهنالك أسماء أيضا راح تتحدث عن هذا الموضوع. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ حيدر شاكر على هذه الكلمة الطيبة. والآن الكلمة بس إن شاء الله بعد الجلسة إن شاء الله. الأستاذ حبيب ظاهر العباس الباحث والكاتب الموسيقي القدير يتفضل لبدء شهادته عن حسين قدوري. حقا المام بتاريخ ومنجز حسين قدوري بهذه العجالة يمكن يقلل من قيمته حقا، يعني لأنه رجل موسوعي وكبير. وما أريد أكرر الكلام اللي تحدثه عن تاريخه وبداياته ومنجزه وكذا. أنا عرفته سنة 1965 يوم كنت طالب في معهد الجميلة، وكان هو نائب أو المساعد للأستاذ سلمان شكر. سلمان شكر كان رئيس قسم الموسيقى، واستمرت الحال والأحال، وتخرجت أنا من المعهد إلى آخره، وواكبت كثير حقا، وكان صديق حميم ولسيق بالنسبة لي لحد وفاته بقبل يومين. اتصلت بي بالتليفون، يعني كنت أواكب حالته الصحية وكذا، طلعت لي بنت ابنه، قلت لها وين اعطيني بابا؟ قالت لي بابا توفى. قلت لها معقولة؟ يعني أول بارحة كنت أتكلم وياه. فإجمالا يعني حسين قدوري الأستاذ الكبير الفاضل الجليل هو موزع بمواهب كثيرة وفنون كثيرة. نقل لي عنه أستاذ روح الخماش، قال لي لولا حسين قدوري ما كان يستمر خماسي معهد الفنون الجميلة. كان منظم، كان عازف مميز، كان مبدع. هو عازف حقيقة فيولونسيل تشيلو بالفرقة السيمفونية العراقية، بعدين تحول بدأ يعزف شرقي بيارة تشيلو. في ظرف احنا ما كان عندنا عازفين، كان عندنا فؤاد عثمان عازف تشيلو، وهو بدأ يعزف ومتميز. له الفضل الكبير في كل شيء أنجزته، أقسم بالله. ألفت كتابي نظريات الموسيقى العربية سنة 1986، قرأ كلش كان مسرور، وقال لي حبيب هذه مساحتك، بهذا المجال تشتغل. كان مشجع، رافقته في أكثر من 10 محافل دولية عربية، محافل دول عربية، كانوا يشيدون بعمله بالأطفال في أغاني ولعب الأطفال. وأحد المتحدثين كان وزير الثقافة المغربي الأمين البشيشي، قال هذا العمل المشتغل حسين قدوري هذا عمل مع المؤسسات كبيرة، مو عمل شخص واحد حقيقة، لأنه هو يمتلك من النشاط قل نظيره يعني، وكأنه عمره 15-16 سنة. فكان الكاميرا والمسجل وهذه اللي كل اللي دونها هو ميدانيا، يعني مو سمعها من التلفزيون او دونها كذا، لا ميدانيا سمعها ودونها، وبدا مقارنات بين هذه اغاني ولعب الاطفال، يعني شوشليه وكيف تغني بالجنوب، كيف تغني بالوسط، الماجينه كيف تغني بالعراق، كيف تغنى في الخليج العربي. وهذا عمل حقيقه شيق وصعب جدا. الكلام عن أبو سمير رحمه الله طويل ويطول حقيقة، والعتب قائم على الباحثين الموسيقيين العراقيين حقا، يعني يفترض هذا يخلد ويتجمع أعماله وتحلل أعماله وتصدر أعماله، وهذا حقيقة رمز موسيقي يصعب تكراره حقا. يعني كلام طويل عن حسين قدوري، بس يمكن أكتفي بهذا القدر وأترك المجال لزملائي، وشكرا جزيلا. شكرا أستاذ حبيب ظاهر على هذه الذكريات الجميلة، وربما ما يقلل. لا حقيقة نسيت، هو إحنا ثلاثي حقيقة أصدقاء، أنا وياه وطالب القرغولي، صداقة حميمية مو صداقة كذا.
فبديت أني يعني أكنية أن أكتب عنه، بس أترك مجال. شغلني حقيقة كتاب ألفت عن طالب القرغولي، هذا كتاب عن طالب القرغولي تبدي مسيرته الذاتية وألحانه وتاريخه وأثره وتأثيره في المدرسة وموقعه في المدرسة التجديدية العراقية للأغنية العراقية. فنتمنى من أصدقائي، والدعوة مرة ثانية قائمة لصديقي الباحث الكبير والجليل الدكتور دريد الخفاجي، أن يتناول قدوري وزملاء قدوري، وشكرا جزيلا. مما يقلل من وطأة عتاب الأستاذ حبيب على الباحثين الموسيقيين حول حسين قدوري وسواه من المنسيين، أن يقوم الدكتور علي حداد بالكتابة عن حسين قدوري في بعض من كتبه عن التراث الشعبي والفني العراقي. الدكتور علي حداد بيننا الآن لتقديم شهادته، فليتفضل، وله الشكر الجزيل في إنجاز الملحق عنه. طاب صباحكم أيها الأعزاء وسعد حضوركم. أنا سعيد جدا بهذا اليوم أن يحتفى بالأستاذ حسين قدوري، وللمدى الشكر لدار المدى الشكر الكبير أنها لبت رغبة طالما اعتملت في نفسي وبحت بها لأخي وأستاذي الأستاذ رفعت منذ سنة تقريبا، و الحمد لله أنجز الأمر هذا اليوم وصدر الملحق أمس، وتعاوننا أنا والأستاذ رفعت في إنجازه. الأستاذ حسين قدوري بقية جيل معطاء، جيل مثابر، جيل كان حين يشغل نفسه بأمر لا يتخلى عنه حتى يحقق وجودا قائما بذاته، جيل رائد. نعم هو متأخر لكن عنها ربما عن علي جواد الطاهر في مجال النقد والمنهجيات، ربما عن بقية الأساتذة في مجال الموسيقى في مجال التاريخ، لكنه كان رائدا للمجال الذي اختطه لنفسه واشتغل عليه. هذا الرجل المثابر لا شك في أن تأسيسا أولا لموهبة عايشها، وإلا ما معنى أن يذهب خريج إعدادية التجارة إلى معهد الفنون الجميلة، هو خريج معهد إعدادية التجارة في المسيب، لو لم تكن هناك موهبة عالية ورغبة محتدمة ربما تحدى فيها الأهل تحدى فيها البيئة في حينها، بيئات محافظة ربما لا تنظر إلى الطالب، ربما علما أنه كما سمعت من رحمه الله مرة أنه كان قد أتى بمعدل جيد يعني يؤهله أن يذهب إلى لدار اقتصاد مثلا، لكنه اختار الموسيقى لأنه كان ميالا إليها. في هذا المجال وفي هذه الجهة المعرفية الجمالية التي اشتغل عليها أبدع وحقق ذات عالية، هذه الذات التي أنتجت ما أنتجت في أكثر من مجال تتحرك في إطار الجوانب الموسيقية. تعرفت الأستاذ حسين قدوري رحمه الله، زارنا، كنت أنا في قسم التربية الفنية في كلية الفنون الجميلة في أوائل التسعينات، أظن 91 أو 92، وأقمنا ندوة عن التربية والفنون، وحضر في حينها وأهداني أعماله الحقيقة الأجزاء الثلاثة، وأيضا الكتاب الآخر الذي ذكره أستاذ حيدر اللي هو عن الكتاتيب، كان يعني يتكلم عن الكتاتيب ويدونها، وهذه ميزة له عالية أنه كان ينوط كل ما يشتغل عليه معرفيا. الجانب الموسيقي لا أريد أن أخوض به، ف يعني مع أني أنا صرت فترة في قسم الموسيقى مع الدكتور خالد إبراهيم رحمه الله والدكتور طارق حسون فريد، وصرت مقرر القسم وكنت أقول لهم أنا ما أفهم الدو من الري، لكنه كان لابد من أن أكمل النصاب في هذا القسم. وأيضا جاءنا مرة الأستاذ حسين قدوري وجلسنا، كان ابنه أيضا، والحقيقة هو ترك ابنا موسيقيا صاحب فرقة موسيقية الآن اللي هو فرات درسته أيضا أنا في حين لغة عربية، فهو ترك
ليس فقط ابنا إنما ترك أبناء في هذا المجال، ربما بعضهم يجلس الآن بيننا، ترك مريدين اشتغلوا على ما اشتغل عليه. هذا الرجل الكبير في عطائه كان غريب أنه يتبتل في الموسيقى لدرجة يعني أنه يعني مرات واحد يقول أين ومتى كان يشتغل لذاته، كما سمعت من الأخوة هو في فرق موسيقية وفي إدارات معاهد ومؤسسات، ومع ذلك كان يشتغل على الطفولة بشكل كبير. معظم المسلسلات الآن التي تداولها التلفزيونات العربية وبالذات العراقية والخليج هي مقدمات الموسيقية له، بشار وعدنان ولينا وما إليها وولد حرا وما كلها هي للأستاذ حسين قدوري. هذا الجانب الذي نال عليه جوائز عربية وعالمية كثيرة الحقيقة، ومن يعود إلى سيرته سيجد من هذا الجانب، رحب به وعد اسما موسيقيا كبيرا على صعيد عربي ربما أكثر مما هو على الصعيد العراقي. هذا الجانب الحقيقة أنا كما قلت لكم لست ضليعا به، لكن ما اشتغلت عليه بعد أن أعطاني أعمال في لعب وأغاني الأطفال في الجمهورية العراقية بأجزائها الثلاثة أذهلني هذا الجهد العجيب وهذه المقدرة المعرفية العالية التي توافر عليها الأستاذ حسين قدوري. يعني هو لديه الموهبة كما قلنا، ولديه الاشتغالات، ولديه الأرضية التي عمل عليها، لكن لم يكتفي بذلك، وما ذهابه إلى المجر إلى بودابست ليلتحق بالمعهد هناك يبدو اطلع على أهمية الموروث الشعبي للأطفال وبدأ يشتغل عليه. ولما عاد قام بهذه السياحة الكبيرة يمكن 10 سنين كما حدثني هو يحمل كما ذكر الأستاذ حيدر والأستاذ حبيب يحمل كاميرته ومسجلة ويدون، ولذلك يشتغل على منهجية في التراث الشعبي تكاد لا تجدها عند مختصين على مستوى عربي في هذا المجال. كان دقيقا في أن يوثق النص من أكثر من شخص ويدون من أين أخذه وعمر الذي أخذه من والمنطقة التي هو منها، ثم وحد هذه النصوص بوبها بطريقة أيضا علمية عالية. أشعار الأطفال المدينية، أشعار الأطفال الريفية، أشعار الأطفال في البادية، ثم لم يكتفي بهذا بوابها على أساس الأعمار وما يناسب الطفولة. لم يكتفي بذلك، قدم دراسة أرقى ما يكون بعلميتها عن الطفولة وعن احتياجاتها وعن التراث الشعبي الذي يناسب هذه الطفولة، سواء بخصائصه حتى من ذكائه التربوي العالي توقف عند اللعب، واللعب واحدة من سمات أدب الطفل. يعني أن تكتب للأطفال لا تضع في حسبانك أن الطفل يحتاجها ليلعب، عرف اللعب، طبيعة اللعب. أصل هذه النصوص ذهب بعيدا في تأصيل بعضها، لا سيما أغاني الأطفال الشعبية في عن المطر وعن الخصب، أوصل بعضها يم الغيث مثلا غيثينا، أوصلها إلى أنه هي أشورية المنبت والأصل بوثائق، يعني طبعا رجل باشتغالات علمية وليس ارتجالا. هذه العقلية يعني المنهجية العالية توافر عليها هذا الرجل الكبير المعطاء وأثر، والحقيقة كان واحدة من ثمار يعني تأثري به أني حين ذهبت إلى اليمن يدري دكتور سعد جمعت شعر الأطفال اليمني وجاء بكتاب، جمعت أكثر من 200 نص للأطفال ويعني خرجت بكتاب وترجم إلى أكثر، لكن العيب كان فيه وليس في الكتاب أنني لا أجاري الأستاذ حسين القدوري، فهو كان ينوط، وهذه قضية مهمة في هذا الجانب. يعني الآن من يمسك أي من النصوص من كتاب الأستاذ حسين قدوري لا يحتاج إلا أن يكون مجيد للموسيقى وآلة موسيقية ليؤدي الأغنية كما هي، أما نصوصي فظلت قابعة على الورق لأنها غير لا تمتلك الحياة الحيوية الموسيقية لتؤدى. أحد الأخوان ربما قال يمني قال أنه يتبناها، يعني أثر حقيقة على مستوى عربي وأثر على مستوى الموسيقى موسيقى الأطفال، وترك مدرسة لو أننا سلكناها بعده لأنتجنا شيئا لأطفالنا، أطفالنا اللي تركناهم الآن ليغنوا هذه الأغاني الهابطة ولا تجد من يقول لهم تذكروا هذه الأغاني أو يقربها لهم.
يبدو أن يعني انهيار قيمي شمل كل شيء، وشمل حتى أن نتذكر هذه العبقريات التي أنتجها هذا البلد المعطاء. وأشكر أصغاءكم. شكرا للأستاذ الدكتور علي حداد على هذه الكلمة. الدكتور دريد موجود؟ نعم. الآن الكلمة للأستاذ الدكتور دريد فاضل، فليتفضل. ذكر لي قبل الجلسة أحد الأفاضل قال إنه أشهر أغنية للأطفال لحسين قدوري اسمها طيري يا طيارة طيري. لا فهي صحيح يعني؟ لا ذيك فيلمون وهبي. ها شنو؟ بعد هذا فيلمون وهبي دي. لازم أغنية أخرى. طيري طيري يا طيارة يا هو طيارتي مرسومة في غيمتي ذيك. هاي ربما هاي سجلنا أنا. بس هاي الأغنية الشهيرة لحسين قدوري كلمات فاروق سلوم. دورامي فاصولاسي حلو منظر كراسي. أي. وما جينا يا ما جينا النسخة الجديدة اللي هو لحنها مو الأصلية. السلام عليكم. الصوت مسموع؟ نعم. طبعا الحديث عن الأستاذ حسين قدوري يبدأ ولا ينتهي طبعا. دائما كنت في حديثي مع أصدقائي الموسيقيين أذكرهم أنه الأستاذ حسين قدوري يعني أكثر شخصية موسيقية عراقية مشتغل في قطاعات مختلفة. يعني ممكن أنه يعني إذا في حيث من حيث العزف كعازف تشيلو في مجال في الموسيقى العالمية، أيضا في الثلاثي كان جورج مان في معهد الفنون الجميلة والأستاذ سلمان شكر، وبعدين في الفرقة السيمفونية، وبعدين انتقل يعني يعزف بالموسيقى العربية وبالإذاعة والتلفزيون. كان يحدثني الأستاذ غانم حداد عن عازفي تشيلو. طبعا دراسة تشيلو عندنا بالعراق طبعا جتي متأخرة قياسا يعني بالنسبة للشرقي يعني، ولليوم احنا مثلا عازف تشيلو شرقي نادر جدا عندنا. يعني عندنا عازفين تشيلو بالفرقة السيمفونية يعزفوا الموسيقى العالمية. العزف الشرقي بتشيلو خصوصية الآلة طول الوتر حساسية الأبعاد بيها بالنسبة لآلة التشيلو أيضا يتسمى الفيولين تشيلو أو الفيولينسيل. الأستاذ غانم حداد كان دائما ينبهني أنه أكثر عازفي تشيلو اللي دارسين الغربي من يجون يعزفون ويانا بالتساجيل بالإذاعة والتلفزيون وكذا يعزف بدون دقة يعني، إذا لأنه يسجلون مثل الجلسة يعني. كان التسجيل مو مثل اليوم تراكات مسارات صوتية متعددة. يعني اليوم نسجل التشيلو ونفحصه وندققه وبعدين نسجل الكمان وبعدين نسجل الفيولا وبعدين نسجل الإيقاع. كان يتسجل مرة واحدة. فعازفي تشيلو يسجلون ويطلع اللي يطلع هاللي يطلع. كان الأستاذ حسين قدوري دقيق جدا أنه فيما لو سمع التسجيل مالته على حدة يكون دقيق جدا يعني، حسب يعني شهادة الأستاذ غانم حداد. ما أريد أتكلم عن التلحين لأنه صار حديث كثير عن بالنسبة للتأليف. أيضا الأستاذ حسين قدوري في قبل وفاته بكم سنة ألف عمل للفرقة السيمفونية اسمه ألحان من الوطن. أول مرة كان نفحات من الوطن، وبعدين قالوا له أكو عمل اسمه نفحة من الوطن، فغيره سوى ألحان من الوطن. أخذ أشهر الأغنيات وسوى عليها يسوي فاريشن تنويعات بالموسيقى، وسواها على شكل خمس أجزاء موسيقية. أيضا كتب للسينما وللمسرح مسرحية الخرابة ومسرحية النخلة والجيران، واعتقد المفتاح مشترك هو والدكتور طارق حسون فريد في فيلم إجابي. طبعا هذا الفيلم اللي هو إخراج الراحل الكبير جعفر علي، هو أول فيلم تنتج دائرة مؤسسة السينما والمسرح سنة 1966. استعان وكانت هاي تجربة جديدة بالنسبة للسينما العراقية، استعان بالأستاذ حسين قدوري والأستاذ سلمان شكر والموسيقى الخبير أيضا هو جورج مان إنجليزي أو نمساوي. أستاذ حسين قدوري قدم عزف منفرد تعبيري، عزف تعبيري مع المشاهد. كانت هاي أول مرة يعني بالنسبة لأنه الأفلام الخمسينات وأفلام بأوائل الستينات
كلها موسيقى مقتبسة، ويخلون بالفيلم يعني موسيقى من ضمن المشاهد، يعني مثلا يدخل واحد إلى مقهى والمقهى بواحد يغني، أو يمشي واحد بالشارع ويحطون وياه أغنية يدقوها من اسطوانة. الأول بوادر التماهي مع المشاهد وتسخين المشهد هي ظهرت عند هذول الرواد الموسيقى التصويرية، الموسيقى الوطنية التصويرية، حسين قدوري وحميد البصري وسلمان شكر. بالنسبة للقيادة أيضا تحدثت عن القيادة، كان هو يقود الفرقة بالإذاعة والتلفزيون، وأيضا هو كلف بإدارة وقيادة فرقة البيارق، وبعدين أيضا هو كلف الفنان نصير شمة بتولي المهمة. بالنسبة للإدارة أنا عملت وياه في مركز دار السلام للتربية الموسيقية، هذا المركز كان حقق خطوات جيدة جدا، يجول هواة الموسيقى اللي مو بمدرسة الموسيقى والباليه، يجون العصر أهلهم يجيبوهم بعد الدوام، ويظل الليل بمسرح وآلات موسيقية وآلات إيقاعية وكل الأشياء اللي يحبوها الأطفال هو كان يديره. وأنا جيت عملت وياه كمدرس عود بالمركز، وكنت أشوف أقول للأستاذ الله يساعدك أنت بهالعمر، يعني الصبح بالدائرة معاون مدير عام، والظهر ما أعرف وين تروح وتجي هنا، وبالليل تروح بالخبير يداوم كان هذا، وبالليل اجتماعات اللجنة الوطنية، بس راح نقول في الشيعة اللجنة الوطنية. هاي خبرة إدارة العلاقات الثقافية، يعني الأستاذ حسين قدوري أبو سمير الله يرحمه كان تسأل على أي مهرجان، مثلا تقول له أكو مهرجان بأوسلو، يقول لك إيه هذا صار بفلان سنة وأنا رحت له، وإحنا مرة دزينا لهم ومرة دزونا، كان يعني بس تجيب له عنوان أي مهرجان، بس أي عنوان أو رقم فاكس، عنده القدرة أنه يتواصل ويجيد اللغة، اللغات أكثر من اللغة يجيد. طبعا الإنجليزية مالته ممتازة جدا يعني، وأنا شايفة يعني يتحدث الإنجليزية بلقاءات يعني، وهي أيضا واحدة من مقومات الثقافة أنك تعرف شلون تتواصل وشون تبادر مبادرات ويا المهرجانات، وشون تقدر تتحدث ويا المدراء وشون تقنعهم. بالنسبة للجنة الوطنية هو كان الأستاذ حسين قدوري، احنا تعلمنا من عدة يعني، يعني آخر أيام لحقت عليه باللجنة الوطنية كان يتوسم بالأشخاص، يقول هذا ما يصلح، نقول له نجيب فلان عضو، يقول لا هذا ما يصلح، ويضرب أمثلة، يقول أصدقائي غانم حداد وسالم حسين مو هم فنانين وأصدقائي بس ما يصلحون للجنة الوطنية، لأن هذا عمل آخر مو فن، عمل يراد لإدارة الثقافة. بالنسبة للدراسات هناك كتاب نادر جدا جمع به الأستاذ حسين قدوري كل الأناشيد والأغاني اللي لحنت في فترة الحرب مع إيران، ونزل بثلاثة أجزاء، اسمه أناشيد فتشي قادسية صدام، أي هذا الكتاب جميل جدا طبعا، وجهد كبير وقسمه على المحافظات، مثلا محافظة ديالة أسماء الشعراء أسماء الملحنين، وبعدين بالداخل فهارس وتصنيفات وكل من منو أغنيته ومنو لحنه ومنو كلماته وشنو وهيك، وبعدين أفرد أجزاء من يعني فصول منه للملحنين اللي عندهم يعني غزارة بالإنتاج. هذا يعني الكتاب طبعا موجودة من عدة نسخة عندنا في معهد الدراسات الموسيقية، الجزء الثالث مفقود بس عندنا الجزء الأول والثاني، وهم يمكن ينفقد يعني. بالنسبة لمجال التوزيع الموسيقي، شوف هاي هو البارحة قالوا، البارحة قالوا على موضوع التوزيع الموسيقي، كان الحديث عن الأستاذ جعفر الخفاف، أيضا هو يعني فنان عراقي كبير. الأستاذ حسين قدوري أيضا هو من أوائل من رواد مبادرات أنه يجيبون أغنية يستعين به ملحن آخر، يلجأ إلى الأستاذ حسين قدوري، هو اللحن يكتب الهياء ويسوي له مقدمة ويسوي له خلفيات ويخلي له قفلات ويظهر بلغة أكثر يعني فخامة وجمالية، من ضمنها أيضا من الأناشيد اللي يعني بها جمالية وإعجاز بالتوزيع الموسيقي أغنية هذا السيف وهذه الخيل شائل من تردين الحيل، طبعا هاي الأغنية اشتهرت جدا يعني، هاي توزيع حسين قدوري ألحان خليل إبراهيم، وأيضا الحديث يطول عن تقديم البرامج الإذاعية، برنامج من ألحان الشعوب تناوبوا على تقديمه الأستاذ حسين قدوري والدكتور طارق حسون فريد، وهم في بعض الأحيان صاروا أنداد، يعني أتذكر لمن كانت تجي كتب تحال إلى الخبرة
فاحيانا الدكتور طارق حسون فريد يحاول انه هذا يعني يملص نفسه من الخبره وكذا، لانه هو ما يعني اذا يقول اذا انا احكمه ارفضه راسا، فمن كان يقول له حيله الاستاذ حسين قدوري يقول ايه حيله حيله يلا حيله حسين قدوري. زين زين. برنامج دوريمي برنامج ناجح اثر بينا وحياتنا وطفولتنا، يعني حبينا الموسيقى من خلاله، ومن خلاله قدم حسين قدوري كثير من الشباب اللي ينظر في عينك يعرف انه انت موهوب وممكن تصير عندك كاريزما. من 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 واحسن مثال على هذا هو تقديمه لنصير شمه، ونصير شمه صار معروف قبل انه يعني يشتهر بالعالم وكذا. بالنسبه احنا من كنا يعني صغار وشباب نعرف نصير شمه من خلال برنامج دوريمي. شكرا جزيلا، شكرا على الإطالة. شكرا للاستاذ الدكتور دري فاضل على هذه النبذه الجميله، واعتقد الدكتور حسين علي هارب له شهادة بالموضوع فليتفضل. وسعدتم صباحا، شكرا لمؤسسة المدى على مواصلتها لهذا النهج النبيل في الاحتفاء بمبدعينا الأحياء منهم والأموات، وهي ثقافة غير معتادة في هذا الوطن الذي لا يحتفي أو لا يطيب له الاحتفاء إلا بموتاه بعد رحيلهم. طبعا لن أضيف شيء على كل ما قيل من مآثر ومن منجزات لهذا المثقف العراقي العضوي، فعلا أعده مثال المثقف العضوي الفعال والمؤثر ميدانيا بمجتمعه بما امتلكه من مواهب متعددة واهتمامات متعددة ومنجزات على أصعدة مختلفة. يكفي أنه قبل أكثر من نصف قرن الراحل حسين قدوري يؤسس، بعد أن كان رئيس لفرقة التلفزيون، يؤسس أيضا أول فرقة للإنشاد الأطفال في تلفزيون العراق. الكلام كان قبل قرابة 50 عام. الآن هل نحن أوفياء لما اختطه هذا الرجل من طريق؟ كان مؤسسة بالفعل، وحين غاب الرجل غابت المؤسسة. الآن ما أحوجنا إلى مؤسسة بحجم حسين قدوري توثق وتعمل دراسات بحثية ميدانية تؤرشف وتوثق ثقافتنا الشعبية المتناثرة. يعني إلى متى تظل ثقافتنا رهينة الاجتهادات الفردية والحماسة الفردية هنا وهناك في هذا المجال أو ذاك، وليس هناك من مؤسسة حقيقية رسمية تعنى بشؤون الدراسات والأبحاث والوثائق والأرشيف كما في معظم البلدان العربية؟ في مصر هناك المركز القومي مثل للمسرح، تذهب تبحث عن أي عمل في أي عقد بالثلاثينات تجد كل المخطوطات والمقالات والصور والوثائق والفولدرات كذا الموثقة لهذا العمل. جهودنا الثقافية تبعثر. هذا ما شعر به حين ذاك حينما ذهب إلى المحافظات العراقية ووثق أغاني ولعب الأطفال الشعبية بجهد فردي كما قلت. ولهذا استشعروا البلدان العربية أهمية هذا الفعل واستعانوا دائما خبرانا يستعان بهم لأنهم يعرفون أنه حماستهم وإخلاصهم ودقتهم في العمل. مئات الأغاني للأطفال اللي لحنها وانجزها أين هي الآن؟ يعني لو تسنى لأي باحث الآن أن يجمع هذا، كم أغنية سيعثر عليها من ألحان حسين قدوري؟ الآن بألم راح أقول يعني لكي أثبت أننا لدينا ثقافة أو جهد ثقافي منقطع دائما، يعني الآن الوفاء الحقيقي أنه كيف ممكن أن يؤسس على ما اختطه من طريق؟
هل هناك الآن فعل متواصل لما يستكمل ما بدأه حسين قدوري على مستوى الأبحاث الميدانية والدراسات المسحية؟ هل هناك أشخاص، لا أقول مؤسسة، فعلا تقوم بهذا الفعل الآن؟ لا أعتقد ذلك. حاولت أني راح أقول لكم شيء، هاي إحياء لذكرى حسين قدوري، شعرت أنه فعلا أغاني الأطفال بالعراق بدأت تعاني من نقص خطير، لا أقول شحة، لا، نقص خطير في هذا المجال، وهذا ما دفع فعلا أنه أطفالنا بدأوا لغياب هذا النوع من الأغاني يذهبون إلى سماع الأغاني الأخرى اللي مخصصة للكبار، واللي أرتي أيضا تنطوي على مقاومات واشتراطات فنية، وبدت الذائقة الفنية، هذا جزء من ثقافة التجهيل وانهيار الذائقة. رحت قبل 4-5 سنوات أيضا بمبادرة فردية، وهذا أوكر دائما، إحنا بالبلد فقط المبادرات، ليس هناك مؤسسة لها تنظيم وسياقات وعمل تراكمي كذا يخلق حتى نخلق ثقافة بلد. خلاص الشخص يروح، المبادر يروح، تنتهي الفعل ماله، كما حسين قدوري كان يبادر يتحمس كذا، راح الرجل غابت الجهود وغابت المؤسسة. رحت لشبكة الإعلام العراقي قلت لهم يا بغاني أطفال ما عندنا، واني يعني الحمد لله عندي صله بثقافته في مسرح الطفل، دائما نحتاج اغاني كذا، فعندنا شعراء اطفال متفوقين عربيا يحصدون الجوال، وعندنا ملحنين، وعندنا خلينا نسوي اغاني اطفال مرحلتين، نسجل 10 اغاني استاذ حيدر موجود، سجل 10 اغاني مرحله اولى، وهاي التكلفه يمكن 8 ملايين كافت، وبعدين المرحله الثانيه نستكملها نصورها، وهكذا في كل 3 دورة برامجيه نعمل كذا، بعد سنه او سنتين راح يصير عندنا كم خطة كاملة قدمتها للشبوط. تحمس الرجل، شقد المبلغ، صرف المبلغ، يعني بقدة الموضوع دزيت على حتى يصير عدالة بالموضوع، دزيت على 5 شعراء 5 ملحنين يعني بالضبط هي شيء، جبنا النصوص لهذا ووزعنا لكل ملحن نصين، الشعراء واستلموا مبالغهم، انتقلنا مرحلة التنفيذ، استوديو الإذاعة، سجلت الأغاني، صارت أوديو جاهزة. تابع حياب المرحلة الثانية انه نصور الاغاني حتى ايضا تبثها وتهدى الى هيك المخاطر، تهدى الى فضائيات اخرى حتى تنتشر، لان ما بيها قضية نفعية. راحت الاغاني وين راحت؟ السماء قالوا سيدي ماكو، دور يابا طبوا على الحاسب شنو المهم، ورا ما تكملت فنيا كاملة 10 اغاني لجليل شعراء جليل خزعل، محمد جبار حسن الله يرحمه، فاضل الكعبي، يعني تقريبا اللي كانوا أخذت نصوص من شعراء والملحنين أستاذ حيدر وأمير رضا ومنو أستاذ حيدر ذكر علي سرحان، يعني جهد فقط كان مجرد أن تصور الأغاني نأسس لأول خطوة وهي أغاني الأطفال، وفعلا كان عندي مخطط أنه هذه العملية تتكرر. الآن الطامة الكبرى قبل أشهر، أنا آسف راح أطيل لأنه أنا هذا الوجع مالي، الاحتفاء بحسين قدوري أثار هذا الوجع، أنه إحنا راح نبقى بس نقول الله والله هي سوى وهي سوى، لكن إحنا وفانا وين اللي سوى نبدي نأسس عليه فعل